وفي لفتة إنسانية توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بمصر القديمة وأمر بعلاج سيدة مسنة. ربنا والله العظيم هنعمل لك كل اللي انت عايزه. الله يخليك يا ابني. ابوس ايدك. من غير ده انت تقولي. ابوس ايدك يا ابني. ده اقوى من اللي شفتك. ربنا يبارك فيك. كن بخاطرك يا ابني يا ام اكل ادي الحلال. ويستر عليك كل وحش يا ابني. ويزمزلك لحد ابدا. ولا يدخل في قلبك المرض يا ابني. امين امين. ويستر عليك يا حبيبي. ربنا يستر عليك وينصرك على من يهديك يا ابني. ما تشيليش الهم. والنبي يا ابني والنبي لا اقدر اعمل الحاجه دلوقتي اللي اعملها دلوقتي وانا واقف كده تعبانه والله على عيني كل حاجه هتتعمل تعبانه يا ابني مش محتاجه تقولي لي انا شايف على عيني تعبانه يا ابني لا المستشفى كل حاجه ربنا يستر عليك وعليك وينجيك يا ابني ويخليك مش عايز يبعد عنك ولاد الحرام اللهم امين يبعد عنك ولاد الحرام والعصيين امين يا رب العالمين يسترك على مين يهديك يا رب امين يا رب ولا يدخل في جسمك المرض ابدا جميعا ولا يذلك لحد ابدا امين يا رب يجعلك مستور يا امين يا رب يجعلك مستور كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي ربنا يستر عليك يا ابني الف سلامه يا رب شوفوا الحاجة دلوقتي تطلع دلوقتي من هنا تمام على عيني كنت بوقف الاتوبيس عشان اركب وزعق لواحد بقول له مش توقف الاتوبيس عشان اركب قال لي حاجة الحكومه جايه ورايا قلت له طيب يا وقفت كده لقيت اللي بينزل عليا بيقول لي كلمي يا حاجة قلت له كلمي مين يا ابني قال لي كلمي السيسي فروحت بصراحه انسان طيب طيب ربنا ينصره على مين يا دي وطيب جدا 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 في شر المرض هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها ربنا يديله صحته يا ابني